بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي إن إحنا نشارك ملف من الأوتوكاد على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الجيميل، زي الواتساب، زي التليجرام، زي البريد الإلكتروني. إزاي إن أنا أشارك ملف من الأوتوكاد على أي منهم؟ عندي فيه طريقتين. الطريقة الأولانية إن أنا بعمل رابط وأبعت الرابط ده، والطريقة التانية إن أنا باخد الملف دي دبليو جي وأعمله أتاتش على الجيميل أو الهوت ميل. طب أعمل الكلام ده إزاي؟ أول طريقة هروح على كولابريت عندي هنا في القائمة الرئيسية، بدوس عليها بالشكل ده كده، وبعدين أقول له شير دروينج. هنا في طريقتين، إن أنا ببعت الملف واللي ببعت له الملف ما يقدرش يعمل عليه أي تعديل، بيقرأ بس الملف. طيب الطريقة التانية إن هو بيعمل تعديل عليه وبيسيفه، اللي هي إيديت أند سيف أ كوبي. تمام، احنا هنخلي edit and save a copy، واجي اقول له copy link. اللينك بتاعنا اللي هو اللينك اللي احنا شايفينه ده، هو ده اللي هيوصل للشخص اللي عايزين يتشارك معاه الملف من الاوتوكاد. هاجي اقول له copy link. تمام، وانا هروح على الجيميل وابعت اللينك ده. ده الجيميل زي ما احنا شايفين، وانا هبعت رساله لنفسي واجي اقول له في الموضوع مثلا العنوان بتاع الرساله رابط ملف الاوتوكاد مثلا. تمام، عندي هنا في ادراج رابط، او ان انا بدوس على كنترول مع كي من الكيبورد. يعني انا لو دوست كنترول مع كي من الكيبورد هيفتح لي ادراج رابط. تمام، بيقول لي النص المراد عرضه. ممكن انا احط الرابط اللي انا عايزه ابعته، او ان انا اكتب رابط الملف مثلا. ده النص اللي هيبان لي ان انا هدوس عليه، عن طريقه هيتفتح لي الرابط. تمام، هنا هنحط عنوان اليو ار ال، بدوس كده جواها وبعدين بدوس بيمين الماوس وبعدين اقول له بيست. هو كده حط لي الرابط اللي انا عملت منه نسخ. خلاص كده هاجي اقول له حسن، اهو رابط الملف. لما يجي هو بيفتح الملف بيظهر له ده، بيدوس عليه بيتفتح له على طول الرابط اللي انا بعته. احنا بعد ما نخلص باجي اقول له ارسال. هنا ظهر لي زي ما احنا شايفين اهو رابط ملف الاوتوكاد، باجي ادوس عليه وبعدين رابط الملف بدوس عليه بالشكل ده كده. لما بدوس على رابط الملف بيفتح لي اللي هو اوتوكاد ويب، وانا شرحت اوتوكاد ويب قبل كده بالاكونت اللي انا عاملاه على الاوتو ديسك، بيتفتح لي الاوتوكاد ويب. تمام، فانا هقول له ساين ان وافتح ونشوف الملف على اوتوكاد ويب. زي ما احنا شايفين اتفتح لي على اوتوكاد ويب، ومنه ان انا بقدر اعدل على الرسومات اللي موجوده ما دام هو اداني ان انا اقدر اعدل عليها وبعدين اسيبها وابعتها له تاني. اوتوكاد ويب كان مجاني قبل كده، دلوقتي بقى بفلوس، في ترايل وبعد الترايل في اشتراك بفلوس. تمام، طيب انا هاجي اعمل الطريقه الثانيه ان انا بشارك ملف دي دبليو جي على الجيميل. هاجي اسيب الملف بتاعي احفظه دي دبليو جي، بروح على فايل وبقول له سيف از، واختار من هنا اصدار من الاصدارات القديمه، عشان مش عارفين اللي احنا بنشاركه عنده انهي اصدار، فالافضل ان احنا بنختار اصدار قديم. تمام، فانا هختار مثلا 2004 واجي اقول له مثلا هسيبه مثلا على الديسكتوب واسميه تيست مثلا. تمام، واجي اقول له سيف. خلاص كده انا سيفته، هروح على الجيميل ونبعت الملف ده. انا عندي جيميل زي ما احنا شايفين، وبرده هبعته لنفسي واكتب له نفس الكلام، وباجي هنا ازاي ان انا ارسله عن طريق جيميل عن طريق ارفاق ملف، واجي على الديسكتوب. انا حطيته على الديسكتوب اهو، وهنا ندور على تيست اهو تيست دي دبليو جي، واجي اقول له اوبن. تمام، بيحمله لي زي ما احنا شايفين كده. كده اهو الملف اتحمل دي دبليو جي. انا هكتب المستلمون والموضوع ارسال ملف اف مثلا دي دبليو جي بالشكل ده كده، واجي اقول له ارسال. نعم، شايفين ادي الملف عندنا، وادي ملف التست دي دبليو جي. لو عايزه انزله بقى على الكمبيوتر بدوس على تنزيل هنا.
كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.